أستاذة هاجر تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك يا دكتور عمرو، انا بعزك بجد والله، انت بني ادم محترم. الله يعز حضرتك ويزيدك نور ربنا وبركة. يبارك فيك، ربنا يخليك. لو الله سمحت انا عايز اسالك سؤال بس، يمكن انك اتفضلي. مستغربت بس سؤالي شويه. لا ما يعني مش هستغرب ان شاء الله. انا بص حضرتك، انا معايا رهبه وخوف من الموت او ما بعد الموت. يعني الواحد لما بيدخل قبره طبعا هو بينتقل لحياه البرزخ، فأنا عايزة أعرف بيبقى نظامنا إزاي، شعورنا إزاي، بيبقى فيه ملل، بيبقى فيه زهق، وإن شاء الله لما ربنا يعفو عنا ويكرمنا بالجنة. الجنة طبعا ربنا كرمنا بحاجات حلوة ياما وكله نعم حلوة، فيعني يمكن دايما دماغي بتروح إن إحنا هنبقى عاملين إزاي. حاضر 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 يا حاج استاذه هاجر. بص يا استاذه هاجر، كلامك والله كله كلام معتبر، وحضره النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو امي، عشان هذا الكلام المعتبر ده بالعكس، ده حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت. فكلامك عن هو ايه اللي هيكون في القبر وايه اللي هيكون في الجنه كلام معتبر ومحترم. هي المشكله في الحقيقه ان جه ناس ربكونا. ربكونا ازاي؟ خلوا كل اللي في القبر عذاب. طب واحنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شفعنا، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ان القبور تكون روضة من رياض الجنة. واحد طول حياته في الذكر وطول حياته في الرضا، ان شاء الله يحسن ظنه في الله ان ربنا سبحانه وتعالى ينعمه في القبر. انت عايزة تقولي بقى هو القبر دوت ايه الاحكام اللي بتجري فيه وايه اللي بيحصل فيه؟ ان شاء الله نتكلم في حلقه، ان شاء الله حلقات كامله نتكلم في الكلام عن القبر وازاي يكون دوت حافز لنا في الحياه التي نعيشها، وازاي تكون كمان الجنه معنى محفز لنا في الحياه قبل طلبها في الاخره. احنا بس عايز اقول لك ان القبر ده محل اوسع بكتير من مكان القبر. المحل دوت بيتسع أو بيضيق بإرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته. يعني القبور عالم تاني له قانون غير قانون المساحة التي نعيشه، ولذلك هناك من ينعمون في القبر، أهل الصدق وأهل الإخلاص وأهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى وأهل حسن الظن بالله. ولذلك أكتر حاجة ممكن نعملها هو إن أنا أعمل وأنا محسن ظني بالله، يبقى عندنا توازن، نعمل الخيرات ونحسن ظننا بالله. فروحنا في القبور تنعم، روحنا في القبور تنعم. يبقى إيه اللي حاصل؟ سنتنعم في القبور إن شاء الله، لأن الأعمال الصالحة تدفع عن أصحابها مساوئ العيش التي قد يجده الإنسان بعد الموت. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحسن الظن فيه، أنا عند ظن عبدي فيه بي. ولذلك إلا حاصل سنحسن العمل ونحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. ومرة إن شاء الله بناء على رغبة حضرتك إن شاء الله نتكلم في حلقات مفصلة عن الكلام عن القبور والكلام كمان عن يوم الآخر، لأن دوت شيء مهم جدا جدا، وهو النماذج وهذه معاني في حياتنا لابد أن تفعل في حياتنا. لكن إن يفضل تفعيل هذه الأشياء في حياتنا مبني على الرهبة ومبني على تربص الله بنا، هذا ليس صحيحا. القبور، الكلام عن الحياة البرزخية والكلام عن الحياة الآخرة، احفظي ده، الكلام عن الحياة البرزخية والحياة الآخرة للتحفيز العبد للإقبال على الله مش الرعب من الله. واضح يا أستاذة هاجر؟ وإن شاء الله نتكلم بالتفصيل في بيان ذلك.